يبقى في المناسبة هذه كما تاع 19 مليون والإنسان يشجع كتابة تاريخ، يعني تاريخ ما يخص الضحايا هذه الجامعيين والطلبة اللي استشهدوا في بين الثورة التحريرية. الإنسان باش لو كان يشجعوا مثلا مذكرة ماجستير أو لرسالة دكتوراه أو ماستر حول هذه الشخصيات اللي ربما هي مش معروفة يعني عند الرأي العام، ولكن بالدراسات هذه لازم تبحث على الارشيف، تبحث على مثلا على ان كانوا مسجلين، ما هي التخصصات نتاعهم الى غير ذلك، باش نعرفوا ان كفاءات كثيره يعني كانت ضحيه الاستعمار وضحيه، لانه الهدف نتاعهم بحرق المكتبه وقتل العلماء، هما باش مستقبل الجزائر بعد الاستقلال ما يكونش.